والسلام. طيب نأتي إلى مسألة مهمة يا أخوة. الآن فاطمة رضي الله عنها انكفأت على نفسها، يذكر طبعا بعض الناس من بين الشبهات أن لا يحق للمسلم، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، صح؟ فكيف تهجر فاطمة أبا بكر؟ طبعا السؤال من البداية غير صحيح، يعني وهجران رجل وامرأة يعني من البداية الأمر مستغرب، لكن إحنا أنت مضطر أنك تتعامل مع هذه العقليات، أنت مضطر لذلك. الإمام النووي ذكر في شرحه في صحيح مسلم إن ما حصل من فاطمة لم يكن هجرانا بمعنى أنها لا ترد عليه السلام إذا سلم وكذا، وإنما الانقطاع والبعد عن يعني الجدل والحوار والملاقات. وهذا الإنسان يحصل منك ومن صاحبك أن قد يحصل نوع من الخلاف، وأنت تبتعد ابتعادا للمشاكل والفتنة وحبا على أنك ما تفتح مجال لي يعني الحوار، وليس هجرانا بمعنى أنك ما تسلم عليه وإذا لقيت تعرض بوجهك، لا ليس كذلك، وإنما انقطاعا.